ان شاء الله تكونوا بخير. رجعت لكم من جديد، انا نجود. سكر وحليب باودر وبيض ونخلطهم مع بعض، وفانيليا وبيكنج باودر نخلطهم مع بعض مع شوية زيت، وبعدها راح تكون الطبقة الأساسية هذه. الطبقة اللي فوقها راح نحط حليب مكثف، وراح نحط 12 حبة جبن كيري ونخلطهم نخلطهم نخلطهم مع بعض في الخلاط طبعا الأسهل. وبعدها أول شيء ندخل هذا الخليط الفرن، بعدين الجبن كيري والحليب المكثف مع بعض راح نحطه بالزينة نبرده، وبعدها بالعافية عليكم. خلونا نبدأ مع بعض. أول شيء راح نحط الحليب، طبعا الحليب تحطونه على النار تقعدون تحمسونه تحمسونه مع بعض لين يصير لونه كذا، هذا حليب باودر عادي. بعد ما حطيناه أنا اختصرت عليكم وحطيت هنا السكر والنسكافيه والفانيليا والبيكنج باودر، راح نحطهم هنا بعد فوقه. أوكي، وعندنا الثلاث بيضات راح نكسرها على طريقة البيض، كسر البيض أصعب شيء في الحياة. هذه أول بيضة، ثاني بيضة، وبعدها راح نحط ثالث بيضة. هذه هي المكونات للطبقة الأولى. الحليب أول شيء حطيناه على النار وحمسناه حمسناه لين صار ذهبي، حطينا 4 ملاعق نسكافيه و4 ملاعق سكر ورشة فانيليا ورشة بيكنج باودر، وحطينا 3 بيضات، والحين راح نحركهم مع بعض. حطينا زيت، طبعا الخليط راح يصير نفس خليط الكيك، لازم يكون لين كثير. طبعا كله سهل انكم تخلطونه مع بعض وبعدين تحطونه في الصحن، لكن اول شيء ان الحليب ينحمس تعطون مساعدتكم او امكم وبس، وبعدها انتم تقدرون تكملون الخليط لحالكم. صار الخليط كذا شكله، الحين راح نحطه بهذه الصينية، دهنا الصينية بالزيت عشان ما يثبت من تحت ويخرب يعني، فراح نحط الخليط الحين، بس نشيل هذه ونحطه داخل وبعدها بنوديه على الفرن. بنات في شغلة كثير مهمة لازم تسوونها، أنكم أول ما تخلصون الطبق قبل ما حد يمسكه تصورونه تحطونه على هاشتاج مطبخ نجودلز عشان أنا أشوفه وأستأنس كثير. والحين نقدر نحط الخليط في الصينية، نحط الخليط الصينية راح يصير نفس الكيك بالضبط، كيك سائل يعني، على فكرة ريحته كثير كثير حلوة. راح نوزعه في الصينية كامل، راح ندخله بالفرن ونبدأ نسوي الخليط اللي راح نحطه من فوق ونغطيه فيه بعد ما يخلص. طبعا الخليط اللي راح نحطه من فوق هو زي ما قلت لكم حليب مكثف و12 حبة جبن كيري، وبعدها خلاص راح نخليه يبرد او ناكله حار عادي، انا الصراحة احب اكله حار يكون ألذ. تمام خلصنا، راح ندخل الفرن وبعدها نرجع لكم نكمل اللي بنحطه فوق. طبعا بعد ما دخلناها بالفرن انتهينا منها، الحين بوريكم اياها بس هي كثير حاره. الحين نحط عليها الصوص، انا طبعا حطيت السكين من النص عشان اشوفها استوت ولا لا. اوكي هذه هي، وعندنا الخليط حطيناه بالخلاط اللي هو 12 حبة جبن كيري وحليب مكثف كامل. طبعا راح نجيب الحليب المكثف كامل ونحطه عليها وندهنها من فوق، والحين راح ندهنها من فوق بس نبعد السكين شوي. هوريك بعد ما ندهنها اكثر يعني سويت قريب الى قلبي، تعلمته الصراحة من اختي من دلول، ف كثير احبه. اكتبوا تعليقاتكم بالضبط عن السويت، راح نخليه يبرد شوي وبعدها راح نقصصه. حوريكم شكله كيف يصير، راح يكون كذا غطيناه بالكامل، الحين نستناه لين ينشف وبعدين بنقصصه، بعدين بنقصصه بنحطه في هذه القوالب. ورجعت لكم بعد ما خليناه يبرد شوي راح نقصصه. عاد انا مشكله مع التقصيص، ما اعرف اقص ابدا ابدا ابدا، ودائما احب القطع تكون صغيره، بس اجيب العيد واخليها اكبر شيء في الحياه، لكن الحين ان شاء الله ما نغلط قاعده اقصص معاكم لاني ابغى مساعدات يذوقون طبخي، دائما هم يطبخون طبخي يعني بالحلويات. بس الحين راح نشيل، دقيقه احط السكين هنا عشان ما نصف الدنيا،
وبنشيل اول وحده كالعاده عودتكم اني لازم اخربها بعدين تضبط معها. عودتكم اني دائما اخربها بس هالمره ما خربتها. شوفوا شكلها، شوفوا الاغراء. غير الريحه اللذيذه، ريحه لذيذه ما منها ريحه يعني عجيبه كثير. شوفوا الشكل كيف صار، ان شاء الله ما وصلت ملابسي. زي ما تشوفون القطعه الثانيه اغراء، راح نحطها القطعة الثالثة. الصراحة ضبطته كثير كثير ممتاز، كنت شاكة بنفسي لكن الحمد لله طلعت ما شاء الله عليه. ما شاء الله ما شاء الله، مستوعبين ان الطبقات مرتبة ما شاء الله عليه. طبق العجيب، طبق اللذيذ، سويت. راح نسميه، حنسميه الحلى العجيب رقم 2. في حلى عجيب قبل بس لانه الصدق عجيب، وشوفوا شكله اغراء لا يمكن لا يمكن، فالحين انا راح اروح اقضي عليه. انتم سووا، لا تنسون تشاركونا على هاشتاج مطبخ نجول دلتا عشان اشوف ابداعاتكم وطريقه التزيين حقكم والصحون. حبكم جميلين نجول. باي.